في هذا حدث مهم جدا، حدث مفصلي في هذه السنوات التي مرت بها سوريا، أن يعود المعرض، أن ينفض الرماد الغبار عنه، ثم يقوم يستقبل 43 دولة مثل ما تفضلتي وقلتي، أن يكون هذا الحشد الإعلامي العربي موجودا في هذا المعرض، وهذه الاحتفالية الجميلة التي شاهدناها جميعا وفيها من العزة والكرامة والعنفوان شيء جميل جدا. بالنسبة للمعرض أنا أفهمه أنه رسالة، أولا رسالة للسوريين، رسالة للعرب، ورسالة للعالم أجمع بأن سوريا تتعافى وبأن سوريا انتصرت أو هي على وشك الانتصار، وبأن التضحيات التي قدمتها سوريا، التي قدمها شباب سوريا، التي قدمها الشعب والجيش والجيش السوري البطل، هذه التضحيات أثمرت مثل ما سمعنا بالغنية فيروز، شام دمشق يا بوابة التاريخ تحرسك الرماح. يعني رسالة جميلة، رسالة معبرة للعالم أجمع بأنه ها هي سوريا، ها هي هو طائر الفينيق ينتفض من رماده، يقوم بعد 6 سنوات ونصف من التعب ومن العذاب ومن الظلم ومن المؤامرة، هذه المؤامرة التي تكسرت، كما قلت أنا منذ 6 سنوات قلت إن هذه المؤامرة سوف تتكسر على أبواب دمشق، على أسوار دمشق، تكسرت على أسوار دمشق، وتكسرت على أسوار حلب، وتكسرت على أسوار حمص، وإن شاء الله قريبا على أسوار الرقة ودير الزور وإدلب. رسالة جميلة، رسالة معبرة، معرض دمشق الدولي يعود مجددا بعد 5 سنوات من الانقطاع، دليل عافية. وأهنئ الشعب السوري، أحيي الشعب السوري، أحيي أبطال الشعب السوري من شهداء وجرحى، وأحيي أيضا حلفاء سوريا، لأنه ما بدنا ننسى أيضا أنه هذا النصر يتقاسمه أيضا الحلفاء الذين وقفوا بوفاء إلى جانب سوريا وبذلوا الدماء، بذلوا الأرواح الطيبة أيضا في دفاعا عن سوريا ودفاعا عن لبنان ودفاعا عن فلسطين ودفاعا عن العروبة إذا ما زال هنالك من عروبة.